هذا سائل يقول: ما حكم التسبيح بالسبحة؟ هل هو جائز أم لا؟ ليتخذها على أنها سنة؟ لا، ما هو بجائز، هذا بدعة. أما اللي يستعملها على أنها من المباح فقط، لكن كونه يسبح بصابعه أفضل، يسبح بأصابعه هذا أفضل. وإذا سبح وعد التسبيح بحصى أو بالمسبحة هذا لا بأس به، إلا إذا اعتقد أن المسبحة لها فضل، فهذا لا يجوز. نعم.